بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده هو الفيديو الأولاني في الوحدة الرابعة. حضرتك كده هيكون معاك أربع وحدات، يونت 4 دي ضمن محتوى شهر 3، وهي آخر وحدة في وحدات محتوى شهر 3. في امتحان أنا عديته هحله بعد ما أخلص الوحدة الرابعة، فحضرتك كده هيكون معاك الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والامتحان الشامل اللي على أول ثلاث وحدات، يبقى أنت حضرتك كده خدت ثلاث أربع وحدات في شهر واحد. طيب، هنبدا بعد كده ان شاء الله رب العالمين نبدا محتوى الشهر الجديد، فلو حابب تنضم لينا في محتوى الشهر الجديد اهلا بيك. هنبدا نشكل جروب جديد وهنبداه قبل ميعاده عشان عايز اخلص بدري، يعني عايز اخلص المنهج بدري، بحيث ان احنا لو حابين نشترك او نشتغل في كتاب تاني يبقى احنا معانا الوقت، لان في ملفات انا مصورها من كتاب اللي هو زيتونه ده، كتاب ملفات مهارات عايزين نحلها مع بعض. ابدا معاكم اول سؤال، بيقول لي جو نوت اند دونت ليت اني ثينج ستوب. اول حاجه كده قبل ما احل الجمله دي، ركز لي في حته ان ليت بعدها مفعول وبعدين فعل في المصدر. على فكره كان ممكن بدل ليت دي نستخدم الاو، بس هنقول الاو، دونت الاو اني ثينج تو ستوب، يعني بدل ليت استخدم الاو، تو المصدر. حلو، طيب تو ستوب يو فروم وركينج. هنا قبل ما اعدي الجمله دي، في حاجه كده لازم اشرحها لك واوضحها لك. عايزك تعرف ان ستوب دي بيجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي دايما، اي ستوبت. وخليني اقول لك ستوب، مثلا لما اقول لك ستوب سموكينج، يعني ايه ستوب سموكينج؟ يعني توقف عن التدخين، يعني بطل التدخين نهائيا. حلو الكلام. طب لو قلنا ستوب تو المصدر، معناها يتوقف لكي يفعل شيء معين. على سبيل المثال، باباك وانت ماشي في الشارع يقول لك يا ابني ستوب تو باي بريد، ما تيجي نتوقف لكي نشتري خبزا. ممكن نجيب ستوب ونجيب بعدها مفعول وبعدين الفروم والفعل المضاف له اي ان جي، وبرده ممكن نفس القصه، ممكن نجيب ستوب مفعول وبعدين الفعل مضاف له اي ان جي. بس عايزك تبقى برنس وفاهم ان الاثنين دول كده معناهم هما الاثنين يمنع شخصا من شيء. على سبيل المثال اقول لك اي ستوبد علي، اي ستوبد علي، انا منعت علي رانينج، منعت علي من الجري. ممكن كمان نقول اي ستوبد علي فروم رانينج. فانا عايزك تبقى واد ناصح كده وفاهم ان ستوب دي ليها كام، عندك كام حاله، عندك اربعه يا مستر. الاولانيه ستوب وبعدها اي ان جي بمعنى يبطل الشيء. واحد بيتكلم جنبك عامل دوشه فتقول ستوب سبيكينج، بطل كلام يا ابني. او انت ماشي انت واحد صاحبك في الشارع فتقول له ما تيجي نقعد كده نتكلم شويه، ستوب تو سبيك. طيب لو جبنا مفعول بعد ستوب فدي معناها يمنع شخصا من شيء. طيب عندنا كده في الجمله رقم واحد زي ما قلنا جو ايه، ولا تسمح لشيء ان يوقفك عن العمل، يبقى جو اون. جو اون معناها ايه يا فندم؟ معناها استمر. طيب association، the association هي المؤسسة أو المنظمة. not the status of retired people as useful members of the community. المنظمة دي بتعمل ايه في حالة الناس المتقاعدين كأشخاص مهمين في المجتمع. فرون يعني يكشر وبوت يعني يكشر، بس فرون يكشر بالآي برو بالعين يعني، لكن بوت دي باللبس بالشفايف. تمام. alter دي معناها يبدل أو يغير زي كلمة change بالظبط. طب بروموت، بروموت معناها يرقي او يحسن من، يبقى احنا نستخدم بروموتس اللي ممكن نستخدم مكانها امبروف، وممكن نستخدم مكانها انهانس، وممكن نستخدم مكانها بوست. طيب رقم ثلاثة، doing things، القيام بالاشياء you enjoy leads to physical and mental ايه، القيام بالاشياء اللي انت بتحب تستمتع بيها بتؤدي الى ايه، ذهني وبدني. بريشر اللي هو الضغط، وستريس اللي هو التوتر والضغط، والبينج اللي هي السلامة والسعادة، وتشارج يعني يشحن. إذن الأداء، المهام التي تستطيع أن تستمتع بها يمكنها أن تؤدي إلى شعور بالسعادة الذهنية والبدنية. طب there is no reason to، ليس هناك أي سبب to A not she is lying، ما فيش أي سبب يخليك suppose تفترض أنها بتكذب. طب propose، propose دي معناها يعرض ومعناها عرض. لما أقول لك على سبيل المثال مثلا she refused my proposal، يعني رفضت عرضي في الزواج مثلا. كلمتين الباقيين بالمرة، كلمة suffocate دي معناها يخنق أو الاختناق يعني، وسبريس دي معناها يقمع، هما الاثنين معناهم منع يعني، يقمع او يخنق شخصا مثلا او يقمع الاراء. طيب when I shouted at her، لما انا صرخت في وجهها she not her lips، لبس شفايف. استنى كده، انت لسه حالا قايل لي ان بوت بالشفايف، ما دام كده يبقى هنقول بوتد اللي هي رقم ايه. طيب فوكس يركز وبعدها حرف الجر اون بتساوي كونسنتريت اون، ريورد يكافئ وكونسنتريت يركز وبعدها حرف الجر اون برضه اخت فوكس. some people break up and lose confidence، بعض الناس بيتحطموا وبيفقدوا الثقه. when they are، لما هم يكونوا ستريسد متوترين. امال ستريسفول معناها مسبب للتوتر او الضغط. بريشر دي اللي هو الضغط نفسه ده ناون، وتنشن ده اللي هو التوتر برضو ناون. اذا انت بتقولي بعض الناس بيتحطموا وبيفقدوا الثقه لما هم بيكونوا ستريسد مضغوطين، لكن شغلانتك انت كارهها اصل هي ستريسفول جوب، يعني وظيفه، او ستريسفول جوب يعني وظيفه مسببه للضغط. when she knew she wasn't accepted for the position، لما عرفت انها لم تقبل في الوظيفه، she felt، حست ان هي
تعال نشوف كده. سبوز يعني افترض، دي رقم واحد. فراستريتد معناها محبط، دي رقم اتنين. التالتة شرانك، دي من الماضي من كلمة الشرينك اللي معناها ينكمش. عندك برون، ده اللي هو الخوخ المجفف، يبقى بره اللعبة. إذا لما هي عرفت إن هي لم تقبل الوظيفة في الوظيفة في البوزيشن يعني اللي هو الوظيفة، هي شعرت إن هي فراستريتد. وهنا بقى لا يفوتني إن أقول لك وأفكرك بالحتة دي عشان دي مهمة. كلمة بوست يا شباب معناها وظيفة، بتساوي كلمة بوزيشن برضو بنستخدمها بمعنى وظيفة، بتساوي كمان كلمة جوب بنستخدمها بمعنى وظيفة. الناس دول هم التلاتة بمعنى وظيفة. وعلى فكرة برضو employment، employment برضو بنستخدمها بمعنى وظيفة، بس التلاتة دول اسم معدود لكن دي اسم لا يعد. طيب ارجع بقى كده كمل في نمبر 8، بيقول لك فيليور الفشل is usually the result of، هو نتيجة ايه؟ time management، هو نتيجة لإدارة الوقت اللي هي ترى good الجيدة ولا هاي العالية ولا بريسنج الضاغطة ولا بور الفقيرة. خد بالك كلمة بور معناها فقير ومعناها سيء، فلما نقول مثلا الموبايل ده بور كواليتي يعني سيء الجودة، ولما نقول بور مان يعني رجل فقير، ولما نقول بور عمر هي لوست هيز فادر يعني عمر المسكين فقد اباه. يبقى انت عندك كلمة بور دي لها كم معنى كده؟ اولا سيء ومعناها فقير وكمان معناها مسكين، المسكين عمر فقد اباه. She asked the computer programmer، طلبت من مبرمج الكمبيوتر to set not a new windows، ان هو يسطب لها ويندوز جديد. يسطب او يثبت اسمها set up. على فكرة عندك كلمة fix برضو معناها يثبت، نفس القصة يعني set up زي fix بمعنى يثبت. طيب set off ينطلق في رحلة، set down set اللي هي دي اس اي تي، لكن انت قصدك اكيد راح دماغك على set داون اللي معناها يجلس. طبعا سيت داون دي مش موجوده، سيت اواي برضو بره اللعبه. طيب زي هاد ا ميتنج تو نوت سام ايدياز، هم عندهم اجتماع علشان يعملوا ايه في بعض الافكار. عايزك تفهم ان مع الافكار احنا ممكن نقول برين ستورم ايدياز او كم اب ويز ايدياز يعني يقدم افكارا، او انوفيت يبتكر افكارا انوفيت ايدياز، او ممكن بريزنت ايدياز، كل دول كده بيجوا مع ايدياز. طيب طبعا بيرن اوت اللي هو الانهماك اللي بتساوي اكزوستشن، اكزوست دي لها فعلين معناها يتعب ومعناها عوادم السيارات كاسم، بليد اللي هو ينزف من نزيف الدم، ا جود امبلوي الموظف الجيد اولويز نوز هاو تو نوت هيز بوس، الموظف الجيد يعرف ازاي ان هو يسعده يطبل يعني للبوس، فرون يعني يكشر، ريلايز يعني يدرك، ريليز معناها يطلق سراح او يتصاعد في الهواء، لما نقول سموك ستارتد تو ريليز بدا الدخان يتصاعد في الهواء. هي يوجوالي درينكس الكحول، هو دايما بيشرب كحول، thinking that it can not his mood، عارف معتقدا ان ده ممكن يعمل ايه في المود بتاعه. avoid يتجنب، experience يعني يعيش معناها تجربة ومعناها خبرة او موقف، alter معناها يغير، وchance معناها فرصة. بشرب كحول على اساس ان الكحول ده هيغير من موده يعني. there was a lot of chaos، كان في كثير من العشوائية والضوضاء. I didn't know what was، انا ما كنتش عارف ايه اللي كان بيحصل. يبقى go on، وهنا بقى هقول لك على حاجة، كلمة go on يا فندم، كلمة go اون دي لها معنيين، معناها يستمر تمام ومعناها كمان يحدث. يبقى كلمة جو اون معناها يستمر ومعناها يحدث. خد بالك لو معناها يحدث لا تأتي مجهول لكنها تيجي مستمر عادي تمام. طيب في الجملة هنا بقى بقول لك انا كان في كثير من الضوضاء والزخم في المكان، فانا ما عرفتش ايه اللي بيحصل. people who work for very long hours، الناس اللي بيشتغلوا ساعات طويلة without breaks من غير راحة، are more likely to، more likely to، are likely to دي مصطلح في الوحدة الأولى بمعنى أكثر احتمالية وأكثر عرضة إن هم يعانوا من self care الرعاية الذاتية، ولا burn out الإرهاق، ولا chilly اللي هو الأشياء الحارة يعني، ولا category تصنيف زي كلمة rank وتصريف تصنيف برضو، زي كمان classification اللي هو تصنيف. إذن الناس اللي بيشتغلوا فترات طويلة من غير ما ياخدوا راحة بيعانوا من burn out. 15 when the manager treated him badly، لما المدير تعامل معه بشكل سيء، he seriously not changing careers، هو ايه بجدية يعني ان هو يغير وظيفته، considered يعني فكر فيه، clear يعني واضح، promote يعني يرقي او يعلن عن، وenhance يعني يدعم، فاكيد هو فكر فيه. وعايزك تفهم كده مع انك انت راجل شاطر ومتفوق ان كلمة consider دي معناها يفكر فيه، اكتبها لك كده، consider معناها يفكر، يفكر فيه، ومعناها كمان كلمة consider معناها يفكر فيه ومعناها يعتبر. وانت اكيد عارف بقى بالمناسبة ان كلمة يعتبر ديت لا تأتي مستمر لكنها يفكر فيه تيجي مستمر عادي. don't ever not friends with people who are pessimistic، لا ايه صداقات، لا تكون صداقات، يكون صداقات اسمها make friends with، لا تكون صداقات مع الناس اللي هم بيكونوا متشائمين او hopeless فاقدين الامل. many old people will not problems as the result of retirement، الكثير من الناس سوف يواجهون، اكيد يعني هو عايز يقول لي يواجهون مشاكلا كنتيجة للتقاعد. تعال نشوف focus يركز وبعدها حرف الجر on،
كونسنتريت اختها ومعاها اون برضو. اكسبيرينس يعني يواجه او يعايش، واكسبلويت يعني يستغل. طيب انا عايزك تفهم بقى وتفتكر معايا، احنا قلناها قبل كده مره بس هنقولها تاني يلا من باب التذكير كده، وانا عارف فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اكسبيرينس، اكسبيرينس دي كده بنستخدمها بمعنى خبره، وفي الحته دي كده هي اسم لا يعد. كمان احنا ممكن نقول ان اكسبيرينس كده دي معناها تجربه حياتيه، اللي هي من الاخر كده بنقول عليها موقف يعني، وفي الحته دي كده هي اسم يعد، ما هو قبلها او ان. اكسبيرينس كمان كده اكسبيرينس بنستخدمها كفعل بتساوي في الحته دي فيس اللي هي واجه، او ان كاونتر اللي معناهم هما الكل يواجه حلو او يعايش او يمر بيه. فانت هنا بتقول لي ان الكثير من الناس سيمرون بمشاكل لانهم تقاعدوا. he exerts هو يبذل not on his kids to get them to do as he wants، هو بيبذل جهودا يعني او ايه على اطفاله علشان يخلوهم يعملوا زي ما هو عايز. features دي معنى خصائص، factor اللي هو عامل من العوامل، pleasure دي اللي هي السعاده والسرور، لكن بريجر ضغط. على فكره هي exerts بريجر اون معناها يعني يقوم بضغوط او يضع ضغوطا على اطفاله ليصبحوا مثله هو، مثل ما يريد. while I was going back home وانا مروح بيتنا راجع للبيت، rain started بدأ المطر ينهمر اللي هي pour down. بور معناها يصب، بدأ المطر المطر يصب. sour دي اللي معناها مالح او حامض يعني. tour دي اللي هي رحلة منها tour guide ومعناها تجول. boat اللي معناها boat اللي معناها يغضب او يشمئز. boat يغضب او يشمئز. ادخل بقى على رقم 20 يا فندم. I am really not انا ايه for your helping me لمساعدتك اياي. خد بالك المصطلح ده عجبني قوي، for your helping me كان ممكن نقول له for your help. المهم انا ايه لمساعدتك ليا، I really appreciate it انا والله مقدرا لذلك. specific دي معناها محدد او معين. efficient دي معناها كف، شخص كف يعني شاطر. grateful دي معناها ممتن او شاكر. natural معناها حقيقي. خد بالك في كلمه اسمها neutral اللي انت عارفها اللي معناها محايد، له هنا ولا هنا. طيب المهم كلمة grateful دي قصتها كالتالي عشان نخلص منها ولما تواجهنا نعرفها. عايزك تعرف انك ممكن تقول be thankful يكون ممتنا، او be grateful. بس هنا عايزك تفهم انك بتجيب بعدها to شخص for شيء. على سبيل المثال I am thankful او grateful الاثنين ينفعوا to dad انا ممتن لأبي for helping me لمساعدته اياي. حلو ده رقم واحد. في حته بقى بتسويها اسمها appreciative. appreciative بس هنا عند appreciative يا عم الحاج بناخد of، ودي برضو معناها مقدرا لي او شاكرا لي. اوعى تنسى وتلخبطها مع estimate. لا estimate ده موضوع تاني خالص يا حبيبي. estimate يعني يقدر عدديا، يقدر شيء عدديا. على سبيل المثال اقول لك ان احنا اكلنا امبارح تقريبا 7 سندوتشات، يبقى كده استيميتد ان هما 7 ساندوتشز. طيب ارجع كده لجملتك الجامده دي رقم 21، بيقول لك the doctor said two of the injured people in the accident needed not surgery. الدكتور قال ان 2 من الناس اللي كانوا في الحادثه احتاجوا جراحه. ايه يا ترى؟ كرييتيف يعني ابداعي، بروموتد معناها رقه او اعلن عن، وستريسفول معناها مسبب للضغط، وارجنت معناها عاجل، محتاجين عمليه عاجله. على فكره كان ممكن نقول نفس الجمله بالظبط ان ذا اكسيدنت نيدد سيرجري، وبعدين في الاخر نقول ارجنتلي معناها بشكل عاجل. ان اديشن تو بالاضافه الى جوب نوت ذا بلان انفيجند امبروفينج ذا كواليتي اوف ذا لابور فورسز، بالاضافه الى اجوب ايه الايه بتاعه الوظيفه يعني. الخطه كان هدفها ان هي تعمل تحسين لجوده القوى العامله. برين ستورم يعني يعصف الذهن، مانجمنت الاداره، وبريوريتي الاولويه، وكرييشن اللي هو خلق فرص العمل يعني. انك انت قلت لي خلق فرص العمل يبقى جوب كرييشن، بالاضافه الى خلق فرص العمل الخطه دي بتهدف لتحسين وضع اوضاع القوى العامله العمال يعني في المكان. طيب it is parents ايه انها الايه بتاعت الاباء to look after ان هم يعتنوا بيه، look after او care for يعني their families عائلاتهم، and provide them with needs ويقدمون لهم او يوفرون لهم احتياجاتهم. creativity اللي هي الابداعيه. responsibility اللي هي المسؤوليه انها مسؤوليه الاباء ان هم يهتموا بالابناء. charge of اللي هي in charge of يعني مسؤول عن. responsible يعني مسؤول بس بيجي بعدها for، لكن responsibility of. لما اقول لك the responsibility of parents لكن parents are responsible for children. we won't be able to سوف لا نكون قادرين على ان احنا نعمل ايه
the reasons for this crisis. Crisis يعني أزمة، والجمع بتاعها زيها بالظبط بس بدل الـ IE. Until we hold a meeting. سوف لا نكون قادرين على إن احنا نعمل إيه في أسباب الأزمة إلا لما نعمل اجتماع. تيك يعني يأخذ، فولو يتبع، سكولد يعني يشب يسب أو يشتم، اللي كانت بتساوي كلمة تل أوف، بس خد بالك اتنين إف، أيدنتيفاي يتعرف على. بقول لك سوف لا نكون قادرين على التعرف على أسباب الأزمة إلا بعد أن نعقد اجتماعا. طيب احنا كده في 24، 25 بقى. As health needs leads، لأن بما أن الصحة تؤدي للنجاح، I think not is a must، أعتقد إن إيه ده هو عبارة عن ضرورة. Diabetes لو مرض السكر، pressure لو التوتر والضغط، regression regret يعني يندم، ما تلخبطهاش مع regression، لأن regression دي معناها زي depression اللي كنا خدناها قبل كده. depression اللي هو الكساد، فاكرها؟ regression و depression معناهم الكساد والنقوص والتراجع، الانحدار كده يعني. سيلف كير اللي هي الرعايه الذاتيه، بما ان الصحه حاجه مهمه فالرعايه الذاتيه دي شيء ضروري. When he lost his job، عندما فقد وظيفته. We didn't know if we could not on just my salary، لما هو فقد وظيفته ما كناش عارفين اذا كان ممكن احنا هنعرف نتعامل يعني فقط بمرتبي ام لا. طبعا stretch معناه يتمدد او يمدد، لو قلنا stretch up معناه يمدد جسمه الاعلى عشان يجيب حاجه من الرف الفوقاني. طب stretch down معناها مدد لاسفل، يعني حاجه وقعت منك على الارض فانت وطيت تجيبها فدي اسمها stretch down. امال ستريتش اوت اللي هو معناها يتنطع كده بعد ما يكون انت مثلا عايز تتثاقب وكده، فتروح رافع ايدك فوق وتتاوب كده، دي اسمها ستريتش. استيرلايز دي معناها يعقم، منها الاسترلايزرز اللي هو ادوات التعقيم. مانج معناها يدير او يتدبر الامر، دمج معناها يدمر. اذا انت بتقول بعد ما فقد وظيفته ما كناش عارفين اذا كان هو هنعرف نتدبر امورنا بمرتبي انا فقط ام لا. حلو السؤال، حلو السؤال ده. على فكره كان ممكن بدل مانج دي نستخدم في الجمله دي اكتر من كلمه، من بينهم دي ديبند يعتمد، ما كناش عارفين هنعرف نعتمد على المرتبي ولا. طيب الجمله يا باشا رقم 27، سو سون زيز كرايسيز، قريب بسرعه الازمات دي، خد بالك وعاملها بالاي يعني جمع، مفردها بالاي، ويل نوت، هذه المشاكل سوف تنقشع، اند نيو فيز اوف بروسبرتي، ومرحله جديده من الرخاء والازدهار ستبدا. ديكلير يعني يعلن، كونسيوم يستهلك، ميوت معناها يسكت، بتسوي كلمة ساي لنت اللي معناها برضو صامت ويصمت. لا مش صامت ويصمت، ميوت معناها صامت بتسوي سايلنت بمعنى صامت، ميوت معناها يصمت بتسوي سايلنس اللي معناها يصمت، يعني دي كده ادجكتيف. لكن سايلنس اللي بالسي اي اللي معناها الصمت برضو فعل بمعنى يصمت. تاني سايلنت صامت، وسايلنس فيرب بمعنى يسكت او يصمت. Reorganizing the sales force will be a top note for the new president. إعادة ترتيب المرتبات هتكون أولوية أولى للرئيس، يبقى priority. إدراج يعني عقار، norm اللي هو الأعراف أو السلوكيات يعني، response اللي هي استجابة. 29 A school guidance note is a person who gives the students advice about school. الشخص اللي بيدي للطلبة نصائح عن المدرسة وازاي يتعاملوا معاها ده الكونسلر المستشار. school guidance is counselor المستشار الارشاد المدرسة. عندك consult the verb بمعنى يستشير، customer زبون، consumer مستهلك. you won't not with the highly qualified students unless you work hard. عمرك ما تعرف تتواكب او تساير الطلاب اللي مستواهم حلو غير لما تذاكر. يبقى كوب برين ستورم يعصف ذهنه، سبوز يعني يفترض، وبروموت يعني يرقي او يترقى. if you feel you are suffering from not stop work and take some rest، لو انت حاسس ان انت بتعاني من ايه توقف عن العمل وخد لك شويه راحه. لو انت حاسس ان انت بتعاني من ستريس اللي هو التوتر اكيد هي دي، creation للخلق والابداع، well being اللي هي السلامه، وسيلف كير رعايه ذاتيه. يبقى انت لو بتعاني من ستريس او من البريشر اللي هو الضغط برضه خد لك راحه كده واستهدى بالله. I think children should not their parents advice، اعتقد الاطفال لازم يعملوا ايه في نصايح ابائهم وامهاتهم، المفروض يتبع يعني ايه يا عم، سيبك من الاختيارات خالص، obey او follow. خد بالك بقى من الحته الاخيره اللي هكتبها لك باللون المختلف دي اللي انا مش عارف ايه مليته ده، اسمها stick to يعني يلتزم بي، مديني هنا follow. باص معناها ينجح، خد بالك خدنا كلمه شكل باص كان اسمها سر باص، سير باس دي معناها يتخطى، فاكر الجمله دي لما اقول لك ان انت تخطيت السرعه يبقى سير باست. تند يعني يميل بعدها حرف الجر تو، اتند دي معنيين، معناها يحضر، اتند ا كونفرنس يحضر مؤتمر، واتند معناها يرافق، اي ام اولويز اتندد باي ماي جارد، انا دائما ارافق بحارسي. جود تايم ايه
نقط is necessary is a necessity هو ضرورة in our current economic situation. Good time management إدارة الوقت السليمة هي ضرورة في الوقت الحالي عشان نخلص من الموقف الاقتصادي الزبالة اللي احنا فيه. The note of the poem الإيه بتاع القصيدة is that hard work is the key أو the key way to success هو إن العمل الجاد هو مفتاح النجاح. ده أكيد الرسالة اللي في القصيدة. الرسالة يعني ممكن نقول عليها moral، ممكن نقول عليها listen، ممكن نقول عليها مسج. واحدة من الثلاثة دول هما الثلاثة صح. خد بالك مساج دي اللي هو التدليك، مثل دي اللي معناها نفق، مثل missing معناها مفقود، مسج اللي هي الرسالة وخدناها. always not your muscles دايما يعمل ايه في عضلاتك before exercising مدد عضلاتك كده يبقى stretch. stick معناها يلصق ومعناها يلتصق بيه، ولما قلنا stick to يلتزم بيه. suck معناها يلعق و stand معناها يقف. our instinctive not when someone causes us pain is to strike back. انا بقول لك ان instinctive معناها غريزه طبعا. بقول لك ان الرد الفعل الغريزي لما شخص بيسبب لنا الم هو ان احنا نرد عليه، ان احنا نعمل عليه ثوره يعني نغور عليه. سترايك دي معناها اضراب، سترايك باك انك ترد تعمل رد فعل. you can do nothing about this مش هتعرف تعمل حاجه في الموضوع ده. I think you should not that change اعتقد انك المفروض تعمل ايه في التغيرات as a normal thing كشيء طبيعي وخلاص وامرك لله وانك accept. خد بالك احنا عندنا هنا في مصطلحين لازم نركز فيهم. الاولاني اللي هو accept change اللي هو ايه accept change دي معناها يقبل التغيرات. وفي حاجه بقى اسمها make changes. make changes دي اللي معناها يحدث تغيرات يعني يعمل تغيرات. طيب وفي حاجه اسمها reject change دي اللي معناها يرفض التغيرات. الثلاثه عندك ومطلوبين منك عشان انت طالب شاطر وثالثه ثانوي. طيب كلمه delay يعني يؤجل بتساوي كلمه postpone زي ما قلنا قبل كده. الاثنين معناهم يؤجل بس خد بالك ان delay verb وnoun لكن postpone verb بس. twist دي معناها يلوي وميك يصنع طبعا. طب ما في ميك تشينج اهو انت لسه قايلها. ايوه بيقول لك انت مفيش حاجه بيدك تعملها يا ابني اعتقد ان انت المفروض تقبل التغيرات وخلاص بقى كشيء طبيعي. علي نوت ريسبونسابيلتي فور ذا ورك استنى كده مع ريسبونسابيلتي انا قدامي كام حاجه. ريسبونسابيلتي قدامي رقم واحد شولدر ريسبونسابيلتي عندي تيك ريسبونسابيلتي وعندي هاف ريسبونسابيلتي الثلاثه معناهم يتحمل المسؤوليه. طيب فانت هنا بتقول لي علي تحمل المسؤوليه توك ريسبونسابيلتي. ذا تيشر اسك ذا ستودنتس تو ستوب توكينج اند بي نوت تو ذا اكسبلانيشن بقول لك ان المدرس طلب من الطلبه ان هم يتوقفوا عن الكلام وان هم يهتموا او يولوا اهتماما بيه اسمها بي اتنشن. على فكره انت ممكن تقول بي اتنشن كل الكلام ده مكتوب في مذكره الملاحظات يا بخت اللي ذاكرها. بي اتنشن او بي اتنتيف اتنتيف ان يكون منتبها. طب 40 I am sure you can not time for doing your hobbies if you want to بقول لك انا متاكد انك انت ممكن تعمل ايه في الوقت عشان تمارس رياضاتك بس انت يعني لو عايز. impose معناها يفرض. فاكر انت كان في مصطلح يقول لك impose sanctions يعني يفرض عقوبات. suppose معناها يفترض زي assume بالظبط اخت assume اللي معناها يفترض. make يعني يصنع ودو يعني يفعل بس في مصطلح اسمه make time for معناها يحدد وقتا لي او يخصص وقتا لي. working for long hours without stopping to rest affects not healthy baby badly sorry the health badly بيقول لك العمل لفترات طويله من غير ما تاخد راحه ده بيؤثر على الصحه الايه بشكل سيء اكيد mental health. metal دي المعدن mineral اللي هي المعادن برضو mutual دي معناها المشترك. فاكر انت لما يجي لك على الفيسبوك يقول لك ان هيثم mutual friend to you يعني صديق مشترك بينك وبين علي مثلا. those who not their best will الذين يبذلون قصارى جهدهم يا مستر يبذل قصارى جهده يعني ايه يعني try their best او do their best. انا عندي معاك يا باشا دو. I am sure the government will not action انا عارف انا متاكد ان الحكومه ستتخذ اجراءات لمواجهه ذلك يتخذ اجراءات اسمها take action الموضوع ده عايز تحفظ take action. get يحصل على و identify يتعرف على و receive يتلقى. high temperature درجه الحراره عاليه is a common a of the virus درجة الحرارة العالية هو ايه معروف للفيروس. فيكشن ده الخيال وكورنر ده اللي هو الكورنر يعني alert معناها منبه والتر معناها يغير او تغيير. طيب كلمة alert هنا بقى بتدي معنى تاني خالص اللي هو اسمه كلمة symptoms. symptoms
symptoms. ايه symptoms دي؟ اللي معناها اعراض. فعايز تفهم ان كلمه alert معناها منتبه ومعناها يقظان ومعناها واعي ومعناها منبه ومعناها اعراض، كل دول ينفعوا. طيب وبدل alert هنا ممكن ناخد symptoms، وركز الله يكرمك عشان القطعه. recent events الاحداث الجاريه، the need of a change in policy الاحداث الجاريه، ايه الحاجات النائله التغيير في السياسه. اكيد demonstrate معناها ايه؟ demonstrate يعني توضحه. على فكره كان ممكن نستخدم كلمه shows هنا او شو عشان هجمع. الاحداث الجاريه بتظهر بتبين حاجتنا الى تغيرات في السياسه. كولكت يعني يجمع، اخت مين في اللي احنا خدناه؟ اخت ريس. اكسبت يعني يقبل، عكسها مين؟ عكسها ريفيوز. ومين تاني لو انت خلبوص؟ تيرن ايه يا راش يا شاطر؟ تيرن داون. وعكسها كمان كلمه ايه؟ ديكلاين. الناس دي كلها كده يرفض. طب ريمين معناها يبقى او يظل، ومعناها بقايا. طب it is with great not that I must decline your effort. بص بقى، انت بتقول لي ديكلاين يعني ارفض عرضك. والله العظيم انا ما شفت الاسئله دي قبل كده، بس هو الانجليزي كده زي ما قلت لك نظام حريمي شويه. يعني الكلمه اللي بتقولها مره بتلاقيها موجوده في اللي بعدها زي ما يكون هي عفريت. الاسئله دي احنا لسه اول مره نحلها واول مره نشوفها النهارده، ومع ذلك الراجل بعدها مباشره جاب لك ديكلاين. المهم انا هارفض العرض بتاعك ده بكل ندم. It is with great regret. regret معناها ندم. طب forget يعني ينسى. forgery اللي هو السرقه يعني، او ما ايه اللي كانت عندنا دي؟ اخت بايس. اخت بايس، بايس اللي هو التزييف. كلمه فورجري دي برضو معناها تزييف ومعناها تقليد وكده، وماتيريال اللي هي الماده. اذا بقول لك في الجمله انه من بكل ندم سارفض عرضك. طيب بعد كده يا باشا في رقم 47، ليتس نوت توجذر تو ديسكاس هيز اوف ذس اوفر. هيا ايه معا لكي نتناقش في هذا الامر. جيت توجذر معناها يتواصل او ينسجم. جيت تو جذر على بعضها كده معناها يتواصل مع شخص او معناها ينسجم. طيب جريت يعني يحيي، يقول واحد صباح الخير ومساء الخير وكده. يفعل يصنع، ما لهمش علاقه بالحوار. افتر هول داي بعد يوم كامل من العمل الجاد. شي ووز كومبليتلي كانت تماما اكزوستد. يعني ايه اكزوستد؟ معناها متعب او منهمك. امبروفد يعني تحسن، وبروموتد يعني رقى، وفراستريتد محبط. ذا بلايرز هاد تو تشينج ذير ديلي نوت اند لايف ستايل. اللعيبه كان لازم يغيروا النمط الحياه اليومي، وايه كمان؟ روتينهم اليومي، الروتين ونمط الحياه اليومي. ميمو دي المذكره او النوت يعني ملحوظه. ميموري اللي هي الذاكره ومعناها ذكريات برضو. وتيب اللي هو الشريط. طيب because of her anger بسبب غضبها she not then left immediately. بسبب غضبها عملت ايه وراحت ماشيه على طول؟ alert معناها ينتبه. alter يعني يغير من alternative. accept يقبل، لكن فرون معناها يكشر او يعبث. فبسبب الغضب اللي هي فيه هي كشرت بوجهها ومشيت او بعينها. فرون دي بالعينين. since we have a houses I feel really uncomfortable. لان احنا عملنا ايه في البيوت فانا حاسس ان انا مش مرتاح. اكيد move houses. move house معناها ينتقل لمنزل جديد. طب remove يعني يزيل، look يعني ينظر، وfollow يتبع. the project must be completed within a time span. بقول لك ان المشروع ده لابد ان هو يخلص في اطار زمني محدد، specific محدد. identical دي معناها متطابق. متطابق لما نقول identical twins يعني توأمين متطابقين. anxious دي معناها غاضب او متذمر او اسمها ايه؟ specular غير spectacular. دي غير spectacular. spectacular دي اللي معناها ملحوظ اللي عندنا في المنهج، لكن spectacular دي اللي معناها sparkling. فاكر انت sparkling اللي هو لامع يعني بيلمع يعني. طيب انت عندك 53، the mother asked her son. الام طلبت من ابنها to not himself in front of the guests. الام طلبت من ابنها to behave himself. behave yourself معناها يكون مؤدب يعني يؤدب نفسه. after a week of festivities بعد اسبوع من الاحتفالات يعني. life returned to الحياة عادت الى normal طبيعتها. بعد اسبوع كامل من الاحتفالات والاعياد الناس رجعوا تاني لطبيعتهم، كل واحد يروح شغله. the general public not totally ignorant of the danger. بقولك ان ال general public طبعا اسمك دي احترمة عشان نفهم الراجل عايز يقول ايه. surrendered معناها استسلم. provoked و remained
بروفوك دي معناها زي كانت عندنا مين، اروز، اروز معناها يثير. بقول لك ان اللي هو الجمهور يعني، او الجمهور الواسع، الناس يعني في المجتمع ايه، متجاهلين للخطر. ريميند جملة سهلة بس هي مكتوبة بشكل معقد شوية. بيقول لك جنرال بابليك ريميند يعني الجمهور، المواطنين، الشعب يعني، بقوا او ظلوا متجاهلين تماما للمخاطر. يبقى بروفوك قلنا معناها يثير زي اروز، سراندر يعني يستسلم، وريسبكت يحترم. نو ون ويل لايك ات وين يو نوت زم ان بابليك، محدش هيحب ابدا انك انت سكولد زم او تيل زم اوف، انك انت تشتمهم يعني قدام الناس اكيد يعني. طب ليه ما ناخدش فرون؟ فرون عايز ات يا عم الحاج، وبوت برضو عايز ات. طيب وريجارد يعني يقدر، حد كره انك تقدره. هي نوت ذات ذير واز نو اذر واي اوت اوف ذا كرايسيس، هو ايه، ان مفيش اي مخرج من الازمه. هي ريسيفد يعني تلقى، بيرسيفد معناها اوضح، بريبيرد معناها جهز، وابيرد معناها ظهر. يبقى هو اثبت او اوضح انه ليس هناك مخرج من المشكله. You should improve your mental health، لابد ان تحسن من صحتك الذهنيه. السينونيم بتاع كلمه mental، mental بتساوي intellectual الاول، ادي intellectual، طب عكسها physical اللي هي بدني. psychological دي ليها نفسي، و dimensional اللي هو الابعاد بتاعت ال 3D، الدي اختصار dimensional. She scolded her child off، scolded هنا بتساوي كلمه told off، لسه بنحكي في الموضوع ده، scold زي tell off. She was frustrated when her son failed، كانت محبطه لما ابنها فشل في الامتحان. عكس كلمة frustrated المحبطة، محبط عكسه الإنسان المحبط عكسه راضي أو قانع اللي هي contented. تاني كده الجملة دي في السريع بيقول لك إن هي كانت frustrated يعني محبطة لما ابنها رسب في الامتحان. كلمة frustrated محبط عكسها contented. كلمة content أصلا معناها راضي أو قنوع، ومعناها برضو محتوى. Dolphins are efficient swimmers، الدلافين دي، الدلفين يعني سباحين كفء، أكفاء يعني. كلمة efficient يعني كف، بتساوي efficient يعني شاطر يعني بيعرف يعمل الشيء. طيب بتساوي مين بقى؟ تعال نشوف الاختيارات. أول واحدة كده hopeless معناها فقد الأمل، ineffective يعني غير فعال، incapable يعني غير قادر. يبقى بالبركة كده حتى لو أنت مش عارف، adept، adept دي معناها قادر على أو متميز. she is suffering burnout، بتعاني من burnout. burnout اللي هو الإحباط، قلناها أقسم بالله كذا مرة وإحنا بنحل exhaustion. امال ايه illumination؟ illuminate معناها يزين، illumination اللي هو التزيين، انك تزين الاوضه بتاعتك بحاجات وكده يعني. strength اللي هي القوه. عايز اقول ايه تاني، كلمه exhaustion ديت noun، و burn out برضه noun. when he installed her، when he insulted her لما هو شتمها، she frowned يعني عبثت، كشرت بوجهها. كلمه frown اللي معناها يعبث بوجهي، يعبث بوجه دي بتساوي جرولد، جرولد، جرولد اللي هي رقم دي، لازم تحفظ الكلام ده للاسف يعني، عشان الكلام ده هو كان جه في قطع قبل كده فالراجل جابه لك مره واحده. طيب this trade helps businesses promote products، كلمه بروموت يعني يعلن عن او يرقي، بتساوي كلمه ايه؟ بتساوي ابجريد. طيب لكن طبعا انت عارف ان بوست معناها يعني يزدهر او يزدهر او ايه، او يحسن او يعزز. degrade معناها يزدري. طب احنا ليه ما نقولش بوست؟ ما هو كلمه الجمله هنا كلمه بروموت بتساوي هو عموما كلمه بروموت بتساوي عموما بوست، وبتساوي انهانس، بتساوي القصه دي كلها. بس في السياق ده هنعمل ايه للمنتجات؟ مش هنعزز المنتجات، احنا هنعلن عن المنتجات. يعلن عن منتج يبقى ابجريد، هو عايز عكسها، عايز عكسها. سوري ده هو يقول لك هنا انتنم. لا نرجع في كلامنا تاني كده، نرجع في كلامنا عشان احنا اتسرعنا. هو عايز عكسها، يبقى دي جريد، دي جريد اللي هي رقم بي. تاني كده يرقي المنتج يعني يعلن عنه، عكسها يعني ينزل او يحط من قدر المنتج، يبقى دي جريد. The child was scolded for being badly behaved، الطفل اتشتم عشان هو كان badly behaved. عكس scold، واحد شتمك التاني اثنى عليك، يبقى praised رقم A. في كمان لونج مان شويه جمل سريعا كده. when I not to school، وعندما وصلت للمدرسه، يبقى got. reach بتيجي من غير حرف جر. Don't worry, your father is not, and he is going to leave. هيمشي من المستشفى قريبا، فلا تقلق، أبوك بيتحسن. Improving. Congratulations. ألف مبروك. I heard you have been a. أنا سمعت إن أنت تم ترقيتك إلى وظيفة أعلى. يبقى promoted، تم ترقيتك. If you start studying، لو أنت بدأت المذاكرة بدري، for your exams، لامتحاناتك، you won't feel afraid and too. عمرك ما هتحس إن أنت خايف أو متوتر، اللي هي stressed. I don't like this kind of work، ما بحبش النوع ده من العمل. because it is، اصل هو stressful معناها مسبب للتوتر او الضغط.
What activities can you not to help you feel good؟ ما الأنشطة التي يمكنك أن تقوم بها؟ يقوم بنشاط اسمها do activity. حلو، أدي do يا باشا. رقم 72، if you are not from burnout you can experience a lot of stress. لو أنت تعاني من الإرهاق فأنت هيكون عندك توتر، يعاني من اللي هي اسمها سفر، اللي هي رقم سي. I must leave now، لابد أن أغادر الآن. I am not to be، أنا المفترض أني أكون في المكتب خلال نص ساعة، يبقى I am supposed. I will have to not a lot of tests before I can get this job، أنا سأضطر إلى أني أقوم بعدد أو أني أخذ عدد من الاختبارات قبل أن أحصل على وظيفة. do a test يعني أخذ امتحان، ما ينفعش نقول test a test. It's important to be not of the signs of burnout، لابد أن تكون واعيا لعلامات أو إشارات البيرن أوت. خد بالك ساينز هنا بتساوي كلمة alertness وبتساوي symptoms في نفس السياق. burn out is caused by both decisions you not، القرارات التي تتخذها، اتخذ قرار اسمها أو يصنع قرار اسمها make decision. تمام، طيب هو بيديني make و take، وهما الاثنين صح، take decision اتخذ قرار و make decision يعني اصنع قرار، وانت عارف ان في مرحلتين، صناعة القرار واتخاذ القرار، يبقى A and B، وده أول كتاب محترم يعملها. كانت في المعاصر نازلة واحدة بس من الاثنين دول، يعني هو كان جاي في الاختيارات تيك وميك وعايز واحدة من الاثنين، وساعتها قلنا ده غلط يا جدعان بس ما حدش سمع. المهم تيك وميك الاثنين صح، both A and B. The young man wasn't set free، الرجل لم يطلق سراح. set free بتساوي كلمة release. حلو، since he had no not، لأنه ليس عنده أي دليل أنه كان بريئا. as I had not all along he wasn't a real businessman، كما أنا كنت أشتبه، كنت أشك طوال الفترة الماضية، هو ما طلعش بيزنس مان ولا حاجة، طلع حرامي، يشك أو يشتبه suspected. الفيديو ده هنوقف هنا كده، علشان الفيديو الجاي إن شاء الله هنخلص مع بعضنا الجزئية الباقية دي، هنخلص القواعد والامتحان، أو لو لقينا نفسنا هنطول هنخلي القواعد لوحدها الامتحان لوحده. الفيديو ده نازل قبل ميعاده، علشان عايزين نخلص محتوى الشهر ده إن شاء الله قبل الميعاد، قبل الشهر ما يخلص، عشان ننجز الكتاب، لأن في حاجات كتير لسه عايزين نعملها وعايزين نحل شامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.